حلم تحول لحقيقة ومعرفش يمسك دموعه لما شافها. تصرف غير متوقع من معجب هيفاء وهبي، وليه عيط أول ما شافها؟ كعادة الفنانة هيفاء وهبي بتقابل مواقف غريبة من المعجبين دايماً، خاصة إنها تعتبر من أكتر النجمات العربية اللي ليها جماهيرية كبيرة في الوطن العربي كله، وليها معجبين من كل أنحاء العالم بيحبوها وبيتمنوا يشوفوها، وده اللي بيخلي رد فعل المعجبين دايماً لما يشوفوها بيكون غير متوقع. وده بالظبط اللي حصل في آخر حفلة لهيفاء وهبي، فانتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة فيديو المعجب للفنانة هيفاء وهبي، فتفاجئ المعجب أول ما شافها في العربية وحس إن حلمه الأخير اتحقق وبقى واقع قدامه، لدرجة إنه معرفش يمسك دموعه وبس إيديها كلفتة رقيقة منه ليها. واستغربت هيفاء لما شافته بالحالة دي واتأثرت بدموعه وقالت له: دول دموع الفرح، أنا مبسوطة إني شفتك. واتأثر المعجب أكتر بكلام هيفاء لي، خاصة إنه دايماً كان بيحلم إنه يقابلها، ورد عليها وقال لها: أنا مبسوط كتير إنه وصلت عندك، شكراً ليكي بجد، ده حلمي واتحقق النهاردة، بحبك من زمان، بحبك والله. واتفاجئ المتابعين والجمهور من رد فعل المعجب، ففي منهم اللي شاف إنه معاه حق في رد فعله، خاصة إنه كان بيتمنى يشوفها، وفي منهم اللي شاف إن رد فعله كان أوفر جداً، خاصة مع نوبة العياط الهستيري اللي حصلت له لما شاف هيفاء وهبي وشافوا إن رد فعله كان مبالغ فيه. كمان ده ما كانش أول موقف غريب من معجب لهيفاء وهبي، فسبق وانتشر فيديو تاني المعجب بهيفاء وهبي وهو بيقتحم المسرح أثناء حفلتها في رأس السنة في بيروت علشان ياخد معها صورة، ورغم إن الأمن حاول يمنعه لكن هيفاء سمحت له إنه يتصور معاها صورة تذكارية، وبعدها طلبت منه إنه ينزل من المسرح. ورغم إن مواقف المعجبين مع هيفاء وهبي دايماً غريبة بالنسبة ليها، لكنها مش غريبة بالنسبة للجمهور اللي عارف إن معجبينها بالملايين من بداية ظهورها على الساحة الفنية، خاصة إن هيفاء مزيج مصري ولبناني مع بعض، فهي من أب لبناني اسمه محمد وهبي وأم مصرية من المنصورة، لكنها اتولدت وعاشت في بيروت وبدأت خطواتها ناحية الشهرة من بداية التقديم لمسابقة ملكة جمال لبنان وفازت بيها. وبدأت هيفاء وهبي يجيلها عروض علشان تشارك في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، منهم أغنية كلام الناس لجورج وسوف وأغنية يا ماما لعاصي الحلاني. وبعدها قررت هيفاء تحترف الغناء، وبسبب جمالها وكاريزمتها قدرت يكون ليها مكان على الساحة الفنية الغنائية، وكمان بقت من ضمن عدد كبير من فنانات لبنان الموهوبين. مش بس كده، كمان حجزت مكانها مع الممثلات المصريات وبقت تلعب أدوار البطولة سواء في الأفلام أو المسلسلات،